اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان وتغطية جديدة. وجه الحقيقة مبتسم بشكل واضح واكلات بكميات كبيرة بيقف امام الكاميرا وبيجهزها. الحقيقة ملايين المتابعين ليه متواجدين على كل منصات السوشيال ميديا. ده باختصار اللي بيعمله الشيف براك، والحقيقة اللي خلق ليه قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الفئات العمرية. الاطفال بيحبوه وبيتابعوه على انستجرام و تيك توك، ولكن الحقيقة انه مؤخرا يعني الحال اتبدل، والحقيقة انه بدأ ينشر صور لي بعد النجاح الكبير ويعني الاكلات المميزة اللي كان بيقدمها وعدد المشاهدات والمتابعين الكتير جدا حول العالم ليه. فالحال اتبدل وبدأ الشيف براك ينشر يعني صور ليه وهو فاقد جزء كبير من وزنه ولابس كمان لبس العمليات وفي المستشفى. بدأ متابعيه على مستوى العالم يسألوا هو بيعاني من ايه. الحقيقة ان البعض بدأ يتكلم عن معاناته مع مرض السرطان، هل ده حقيقي؟ الحقيقة انه يعني اثار الشيف التركي الشهير ببراك الجدل مؤخرا عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة لي عبر حسابه الرسمي بموقع طبعا انستغرام وهو على سرير المرض وكان مرتديا ملابس الاستعداد للدخول الى غرفة العمليات، حيث ده كان داخل احدى المستشفيات. وسرعان ما تساءل الكثيرون من المتابعين عن مرض الشيف براك، وما ان يعني مرت عده ساعات حتى تصدر مرض الشيف براك حديث رواد السوشيال ميديا. الحقيقه انه بدايه مرضه ما كانتش مؤخرا، ولكن هو اجرى عمليه جراحيه في نوفمبر الماضي، كان كمان يعني افزع جمهوره ومتابعيه بعدما نشر صورته داخل احدى المستشفيات وعلق موضحا انه يعني بيجري مجموعه من الفحوص للاستعداد لاجراء عمليه جراحيه لم يكشف عن تفاصيلها بعد. لكن ما زالت تفاصيل مرض الشيف براك غير معلومة أمام متابعيه، إذ أنه لم يعلن عنها بعد، وكمان اكتفى بالتوجه بخالص الشكر لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي انستغرام، والحقيقة أنهم سارعوا بالتمني بالشفاء العاجل ليه. كمان جاءت يمكن الالاف من التعليقات من قبل المتابعين بالشفاء العاجل للشيف الشهير، من بينها نتمنى لك الشفاء في اقرب وقت وربنا يشفيه ويعافيه، سلامتك يعني ربنا يشفيك وتتحسن قريبا، ربنا يشفيك وتقوم بألف سلامة لكل محبيك في الوطن العربي. دي يمكن كانت ابرز التعليقات اللي جاءت على الصورة اللي نشرها الشيف براك على انستجرام. لكن الحقيقة لم تكن تلك هي المرة الأولى اللي بيتعرض خلالها براك لأزمة صحية، وفي العام الماضي تعرض لأزمة صحية بعد شعوره بالاختراق، وده كان أثر مشاركته في إخماد الحرائق بإحدى الولايات التركية. طيب يمكن الحقيقة البعض مش يعني عارف مين هو الشيف براك أصلا، فخلونا ناخد نبذة سريعة عنه أو معلومات سريعة عنه. الحقيقة أنه الشيف براك هو واحد من أشهر شيفات الطبخ حول العالم، كمان بيتابعوا الحقيقة عبر حسابه على انستجرام نحو 34 مليون شخص، كمان بيشتهر بتقديمه العديد من وجبات الطعام الشهية في كميات هائلة وبطرق مبتكرة وبسيطة، بيساهم في التبرع بالعديد من وصفاته لصالح اللاجئين في عدد من المخيمات حول العالم. والحقيقة أنه يعني بينجذب أيضا لوصفاته الملايين من الأشخاص حول العالم، وده يعني ده بيبقى بسبب طرقه المميزة في التقديم. خلوني أرجع مع حضراتكم من النقطة اللي اتكلمنا عنها، ويعني الكلام والحديث حول إصابته بمرض السرطان. الحقيقة إن هي أقاويل متداولة على السوشيال ميديا، لكن بالبحث وراها نلاقي إن هي يعني لا أساس ليها أو مصدر موثوق فيه ممكن إننا نعتمد عليه كل المصرح به من جانب الشيف براك حتى الآن، إنه بيجري بعض الفحوصات دخل على إثرها إلى المستشفى. طبعا احنا بالتاكيد بنتمنى له الشفاء العاجل، ربنا يشفيه ويعني يعود مره اخرى لكل متابعيه ومحبيه في العالم كله. وكده نكون وصلنا مع حضراتكم لختام هذه التغطيه الخاصه، بشكركم شكرا جزيلا للمتابعه والى اللقاء.